أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، تأتيكم من قناة الرافدين، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في العربي الجديد: سلسلة هجمات تستهدف دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين في العراق وسوريا. وفي الزمان 14 صاروخا ضد قاعدة عين الأسد، والتحالف يقول إن الهجمات تقوض السيادة العراقية. وفي المدى: لجنة الأمن النيابية، الحكومة تعرف هوية فصائل الكاتيوشا ولم تتحرك. وفي الهيئة نت: وفاة 130 سجينا في السجون الحكومية بسبب الأمراض المعدية وغياب الرعاية الصحية. أما في القدس العربي: مشروع القرار التونسي حول سد النهضة يواجه صعوبات في مجلس الأمن. وفي الاتحاد الإماراتي: حركة طالبان تواصل تقدمها وتقتحم عاصمة إقليم باجيس. وأخيرا في الشرق الأوسط: واشنطن تستبعد اتفاقا مع طهران قبل انتهاء ولاية روحاني. ليس التطور في الأحداث الآخذة نحو التصعيد في العراق هو في عدد الصواريخ 14 التي أطلقتها الميليشيات على قاعدة عين الأسد التي تواجه أو التي توجد فيها قوات أمريكية، ذلك أنه من الممكن أن تكون هناك هجمات بأعداد أكبر خلال الأيام المقبلة. فاتح عبد السلام يرى في صحيفة الزمان أن هناك مؤشرين سوف يرسمان خطا جديدا في ملف الهجمات. المؤشر الأول هو زيارة رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني إلى بغداد ومكاشفته بخطورة ما تقوم به فصائل تدين بالولاء لإيران. أما المؤشر الثاني فهو تصريح جنرال أمريكي في قيادة التحالف حول أن هذه الهجمات باتت تهدد بتقويض السيادة الوطنية العراقية. العلاقة بين المؤشرين هي أن هناك مواقف جديدة تريد السلطات العراقية نقلها إلى طهران لكي تكون الصورة واضحة والمسؤولية غير واقعة على الطرف الرسمي العراقي في عدم الإيضاح أو ربما اتخاذ موقف يتصل بموقف أمريكي قد يتم اتخاذه في الرد على مصادر الهجمات الصاروخية على نحو مختلف تماماً في المرات المقبلة، لا سيما إذا فشلت المباحثات النووية في فيينا ولم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بحسب الرغبة الأمريكية، وهذا يترتب عليه عدم رفع العقوبات عن طهران وهو الهدف الإيراني الأكبر. التصريح الأمريكي حول السيادة العراقية يحتمل وجهتين: الأولى أن واشنطن قد تكون ملزمة بموجب الاتفاقية الاستراتيجية مع العراق للدفاع عن سيادته في ظل نقص عوامل القوة والدفاع لديه، وهذا سياق خطير من سياقات الحرب في حال حدوثه. والثاني أن تترك واشنطن الوضع الأمني ينزلق نحو الهاوية فيقوض السيادة والاستقرار ويخرج الأمور عن السيطرة الرسمية ليتحول البلد إلى مستنقع الفشل. ويختتم الكاتب بالقول إن هذا الأمر بحد ذاته لن يخدم إيران، لأن العراق ليس كأية دولة مطلقا تتحول إلى دولة فاشلة، فإنما ستجر خلفها دولا ومصالح عظيمة في المنطقة نحو هاوية الفوضى. يبدو واضحا أن النظام السياسي في العراق بات تائها في دهاليز الأزمات الإقليمية والدولية رغم مضي ما يقارب 18 عاما على احتلال العراق وتغيير نظامه السياسي والاجتماعي. أمير المفرج يقول في صحيفة القدس العربي إن هذا النظام أصبح عاجزا عن اختيار طريق واضح يقود البلد نحو السلام الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في بلد أنهكته حروب الآخرين التي خلقت الاحتقان الطائفي والفساد وساهمت في تفاقم مأساة سكانه. العراق
التائه في صراع حليفيه الولايات المتحدة وإيران، والذي يجري على أراضيه ويضعه على حافة الطريق ويمنعه من اختيار أحد اتجاهات الحليفين، وهذا ما قد أوقعه في مأزق أصبح من الصعب معالجته بعد أن اعتمدت أسس بناء نظامه السياسي إلى حد كبير على هذه العلاقة المزدوجة، الأمر الذي سيدفع لا محالة بالبلد الابتعاد من دائرة التأثير إذا أخذنا بعين الاعتبار الاختلاف والتناقض الواضح في العلاقة الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق بمستقبل واستقرار العراق، ناهيك عن حجم التأثير المباشر للتواجد الإيراني الذي تدعمه روسيا والصين على الأمن القومي الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط. لقد كشفت أحداث المشهد العراقي التي كان آخرها الهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات عند الحدود العراقية السورية عن مدى حجم الصعوبات التي يواجهها النظام السياسي العراقي من هذه الإشكالية التي أزالت آخر ما تبقى من ورقة التوت عن واقعه الهزيل، والذي لا يتناسب مع أبسط مقومات الدولة ويتعارض مع تصريحات المسؤولين والإصرار بتكرار الإعلان عن قدرة هذا النظام في البقاء على الحياد في صراع الآخرين على الأراضي العراقية، ليكشف في النهاية عن مدى تخبطه ومن ثم ضياعه في متاهات إشكالية تحالفه المزدوج مع طهران وواشنطن. الكاتب يضيف أنه في الوقت الذي أضحت فيه إيران اللاعب المسيطرة والمهيمنة على أمن النظام السياسي العراقي وشركته التجارية الأكثر أهمية، فإن العراق بات في موقع يتعذر تصنيف ولائه ويجعل منه بلدا تائها على قارعة طرق تقاطع مصالح الآخرين. أصدرت هيئة النزاهة العراقية حكما قضائيا باستدعاء الرئيس السابق للجنة العليا لإغاثة النازحين الدكتور صالح المطلق للتحقيق معه في قضية صرف مبلغ 16 مليون دولار خلافا للقانون. إبراهيم الزبيدي يقول في العرب اللندنية إن هذا الحكم القضائي لم يمر على العراقيين دون أن يتخذوه موضع سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين لماذا الآن، وهل إن صالح المطلق وحده الفاسد في دولة الفاسدين؟ الواضح أن العراقيين الساكنين في فيسبوك وتويتر ويوتيوب لا يثقون بنزاهة قضائهم، وذلك لأن لهم تجارب عديدة سابقة أدان فيها هذا القضاء متهمين بجرائم اختلاس وإرهاب وجرائم قتل مختلفة، ثم أمر بإطلاق سراحهم بحجة عدم كفاية الأدلة، حتى بعد اعترافهم بارتكاب الجرائم التي أحيلوا بسببها إلى العدالة. وأصل الحكاية أن الحاكم الإيراني منذ أن مكنته الولايات المتحدة من احتلال العراق تساهل بل شجع وكلاءه العراقيين الشيعة على عدم احترام القانون، وأحل لهم القتل والاختلاس واغتصاب مباني الدولة وأراضيها وأنهارها ونفطها وغازها وجميع مواردها الأخرى بلا حدود، ومنع عنهم أي مساءلة داخل العراق أو خارجه، وحماهم من كل حساب وعقاب، كما سمح لبعض السياسيين السنة والكرد القابلين بالانصياع لكل أوامره وتوجيهاته بالإثراء غير المشروع، ولكن فقط من أموال محافظاتهم مقابل أن يظلوا في خدمته وطوع بنانه، حتى تعود العراقيون على السخرية من كل رئيس وزراء جديد عند تنصيبه يتعهد بمحاسبة الفاسدين وبفرض سلطة القانون، لأنهم عارفون أنه لا يجرؤ على فعل شيء حقيقي ضد أي واحد من الفاسدين، خصوصا كبارهم المؤمنين ضد جميع الأخطار. الكاتب يشير إلى أن العراقيين أصبحوا يعرفون بأن هذا القضاء لابد أن يصدر أحكاما بالإعدام أو بالسجن على كل سياسي يتجرأ فيمس العصب الحساس الذي يزعج الحاكم الإيراني، ثم حين يندم ويعتذر ويجدد ولاءه الكامل لولاية الفقيه يسارع قضاء مدحت المحمود
ثم قضاء فائق زيدان من بعده إلى إلغاء أحكامه السابقة ويغلق الدعاوى المقامة ضد من تقبل توبته من المتهمين. يشغل العراقيين الحديث عن أزمة الكهرباء التي يعكس وضعها المتهالك وجها من وجوه فساد العملية السياسية الكثيرة، حيث بدأت مناوشات الصراع الانتخابي والذي غالبا ما يشهد تسقيطات ومكاشفات تفضح المزيد من خراب هذه المنظومة واعوجاجها. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن جذور القضية كلها تعود إلى أصل مشكلة العراق أساساً، المتمثلة بنظامه السياسي الذي أسس وفق معايير مقصودة لا تتجاوز مخرجاته حدود دوامة الفوضى ولا تستقر إلا عند مرابض الفشل. لكي يدرك المتابع لماذا أخذت مشكلة الطاقة الكهربائية مساحة واسعة من الاهتمام مؤخراً، فإن الصورة بحاجة إلى مزيد من الإيضاح والأضواء المسلطة على جوانب وجدت في الظل مأمنا من الفضيحة. فقد جاء المعترك الانتخابي ليكشف حقيقة في ملف الكهرباء كان الجميع يتواطأ على تعميتها، فلما تقاطعت المصالح واختلفت الرؤى قررت بعض أطراف الصراع البوح بها ظنا منها أنها تندرج ضمن وسائل الضغط على الشركاء أو من فصيلة الابتزاز الذي يأمل البعض منه إعادة رسم الخارطة السياسية في الوقت الذي تحرق حكومة بغداد ملايين الأمتار المكعبة يومياً من الغاز الطبيعي بما يكلف مليارات الدنانير التي تتبدد سدى وتحترق دون هوادة، تستورد من إيران غازاً بدعوى استخدامه في تشغيل محطات توليد الكهرباء. وبالعودة إلى مكاشفات المتصارعين، فقد أظهرت تصريحات بعضهم أن الغاز الذي تبعثه طهران مليء بالشوائب ويضعف قدرة المحطات على توليد الطاقة. ولا تقف المشكلة عند هذا الحد، بل إن عملية الاستيراد بحد ذاتها مكتظة بالشوائب، إذ لم يكن للطاقة الكهربائية أن تتجاوز دونيتها في الانهيار إلا بعد نكوص إيران عن تصدير غازها المشبوه، بدعوى أن حكومة بغداد لم تعطها سوى نصف المبالغ التي تتطلبها عملية التصدير. وبحسب الكاتب فإن القضية باتت واضحة لدى رأي العام العراقي منذ وقت ليس بالقصير، فعلى مدى السنوات السالفة التي حركت الجماهير فيها مسيرات ومظاهرات تطالب بالخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، تيقن الجميع أن منظومة الحكم غير جديرة بتوفير هذه المطالب، وانعدام الجدارة هذا إنما هو تأصيل صريح لفقدان النظام أدنى مراتب الاعتبار. مع انطلاق الجولة 16 من مفاوضات مسار أستانا أنس والتي تتواصل اليوم في العاصمة الكازاخية نور سلطان، فالسؤال الذي يتجدد مع كل جولة هو ماذا حقق هذا المسار ولماذا يتواصل؟ صحيفة الخليج الإماراتية تقول في افتتاحيتها إنه طوال الاجتماعات 15 السابقة كانت الحصيلة متواضعة سياسيا وأمنيا، ولما تقدم حلا يمكن الاعتداد به كي يكون خميرة للتسوية السياسية التي طال انتظارها. لعل السبب في أن يظل مسار أستانا يدير الأزمة ولا يحلها أن أطرافه الأساسيين تربطهم علاقات سياسية واقتصادية وأمنية معقدة ومتشابكة، وأن كل طرف يحاول مراعاة مصالح الآخر للحؤول دون التصادم معه، رغم أن لكل منهم أجندة تختلف عن الآخر فيما يخص الملف السوري. في هذه الجولة التي يشارك فيها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جير بيدرسون ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرانتييف، هناك جملة من القضايا التي ستكون على طاولة المفاوضات، وأهمها البحث عن وسيلة لاستمرار عمل المعابر الإنسانية ووصول المساعدات إلى السواد الأعظم من السوريين. الحكومة السورية وعبر رئيس وفدها معاون وزير الخارجية أيمن سوسان ترى أن بداية الحل
تكون برفض أي تدخل خارجي بشأن السوري، وهو أمر لا يتفق مع وجهة نظر وفد المعارضة برئاسة أحمد طعمة، كما لا يتفق مع مواقف معظم الدول الغربية. وقد كشفت اجتماعات اللجنة الدستورية التي عقدت في جنيف بمشاركة بيدرسون والمكلفة بوضع دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي عن هوة عميقة بين دمشق والمعارضة حول شكل النظام الذي ستكون عليه سوريا في أي تسوية. وتختتم الصحيفة بالقول إن روسيا تدرك أن هذا المسار يواجه عقبات كثيرة، لكنها متمسكة به لأنه يشكل آلية لمواصلة التواصل بين الدول الأعضاء يحول دون صدامها، ما يعني أن الحل لم ينضج بعد وأنه قد يكون في مكان آخر، ربما في الميدان. كما كان متوقعا وقبل الموعد المحدد، انسحبت أمريكا وحلفاؤها من أفغانستان تحت جنح الظلام بدون احتفالات أو خطب رسمية تؤرخ لهذه اللحظة التي كانت منتظرة منذ التوقيع على اتفاق الدوحة بين واشنطن وطالبان. جاء في صحيفة العربي الجديد إن نتيجة هذه الحرب العبثية بادية للعيان ولا تحتاج إلى تمحيص وتحليل، فقد خلفت أمريكا وحلفاؤها بلدا مدمرا ومنقسما على ذاته على شفا حرب أهلية تلوح في الأفق. إن خروج أمريكا وحلفائها من أفغانستان هو بمثابة هزيمة غير معلنة لها ولحلفائها، تكاد لا تختلف عن الهروب الأمريكي الكبير من سايغون منتصف سبعينيات القرن الماضي، وما بين الهروب السينمائي للأمريكيين من سايغون والخروج الأمريكي المتخفي من قاعدة باغرام الجوية. مرت مياه كثيرة تحت الجسر، وتعلم الأمريكيون دروساً كثيرة من الأثر القوي الذي تحفره الصورة في ذهن المتلقي. لذلك لم نرى أي مظاهر للجنود الأمريكيين وهم يجمعون حقائبهم أو ينزلون علم بلادهم ويطونه بعناية على أنغام موسيقى المارش العسكرية، كما تقتضي ذلك تقاليد الجيوش العريقة والكبيرة، ويفرضه سياق المناسبة التي لا تتكرر كل يوم. كانت هذه الحرب العبثية غير مبررة منذ بدايتها، حركتها دوافع انتقامية في لحظة غضب قومي أمريكي من فعل هجومي غادر على نيويورك وواشنطن، ما زالت كثير من دوافعه وملابساته غامضة. هذه الحرب بكل مآسيها وخسائرها الثقيلة كشفت عن الحقد الأعمى الذي بنيت عليه استراتيجية صانع القرار السياسي والعسكري في واشنطن، وطوال عقدين هي عمر هذه المغامرة الفاشلة أظهرت الوقائع والأحداث على أرض الواقع عدم قدرة العقل السياسي والعسكري الأمريكي على فهم واستيعاب التعقيد الاجتماعي والسياسي للمجتمع الأفغاني. الكاتب يشير إلى أن هذه الحرب بكل مآسيها وتكلفتها البشرية الكبيرة أكدت لنا مدى عبثية بعض القرارات السياسية الطائشة والانفعالية التي تقوم على التحدي الشخصي لسياسيين أنانيين مثل الرئيس جورج بوش الابن ووزير حربه دونالد رامسفيلد، الذي شاءت الأقدار أن تتوفاه ألمانية منسياً يوم خروج آخر جندي أمريكي مهزوماً من أفغانستان. ابتكر فنان بلجيكي طريقة جديدة لتحديد السياسيين الذين يسيئون التصرف داخل اجتماعات البرلمان ووضع علامات تلقائياً على النواب الذين يستخدمون هواتفهم خلال الاجتماعات بحسب ما نشره موقع الخليج أونلاين. واستخدم الفنان دريس ديبورتر الذكاء الاصطناعي لمراقبة مقاطع فيديو على يوتيوب لاجتماعات الحكومة والبرلمان، وعندما يبدأ بث جلسات مجلس النواب البلجيكي يستخدم برنامج الفنان خوارزميات التعلم الآلي للعثور على الهواتف في اللقطات والتعرف على الوجه لتحديد السياسيين الذين يستخدمون أجهزتهم خلال انعقاد الجلسة.
وبعد ذلك تنشر أشرطة الفيديو للنواب المخالفين على تويتر وإنستغرام على حساب الفنان. أقال الفنان إنه يكره الدفاع عن السياسيين المهملين، فهم يتسببون بمعاناة طويلة، لذا فهذه طريقة مناسبة لفضحهم. والآن مشاهدينا مع كاريكاتير اليوم. وبهذه الرسوم نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. نلتقي في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين. دمتم بخير، إلى اللقاء.